أهلا وسهلا بكم متتبع قناة شوفت في هذا اللوجو الجديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من كورنيش أي دياب تلك الشبانة. متتبع قناة شوفت في أجواء هادئة وساحرة مميزة ببلد قارس جدا، لأن كيف تعرفون متتبع قناة شوفت في أن بلادنا الأمدي تلعب في واحد الموجة ديال البرد القارس مسحوبة بتساقطات ثلجية في بعض المناطق الجبلية. هكذا تعطي واحد الأجواء جد جميلة ومناظر جد جميلة في معظم المناطق الجبلية اللي تلعب في تساقطات ثلجية في هذه الأيام. كيف تشوفوا معنا أن الشوارع العاصمة الاقتصادية كازا على غرار الأيام العادية أنها تكون خاوية ليلا، نظرا لأن موجة هذا البيت القارص، لهذا متشوفوش أن الناس تخرجوا أن كورنيش دياب هي من أبرز المناطق السياحية المحبوبة عند البيضاويين. هذه الأجواء الليلية، أجواء هادئة ساحرة مميزة عند البرد القارس في كورنيش عين دياب اليوم في مدينة الدار البيضاء.
جدا، حسبيا كنا نشوف دابا معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من الفرع العشرين ديالي، وتطلع على أبرز منطقة سياحية اللي تزورها البيضاويين، تشتي معنا اللي تتعرف في اللحظات أجواء هادئة وساحرة متميزة واحد البلد القارس نظرا للقرب ديالها من السطح البحر. إذا متابعي قناة شوف تيفي إلى هنا، فلا أردكم شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء مباشرة آخر شهر.